ولحتى تقدروا تلاقوهم رح يكون في عندكم أدلة مختلفة لتعرفوا المكونات تبعكم وين مخباية. هاي مسابقة طبخ ولا مسابقة الكنز المفقود؟ كل ما أخدتوا وقت زيادة لحتى تلاقوا المكونات، كل ما قل عندكم الوقت الباقي اللي رح تطبخوا فيه. لهيك المتسابق الأذكى هو اللي بيلاقي المكونات بسرعة، وطبعاً لما يلاقي مكوناته فهو رح يكون بالمقدمة. تذكروا شغلة واحدة بس، إنه المكونات ممكن تكون بأي مكان، على شجرة، جوات الفندق، بين العشب، أو حتى بين أغراضه. دوروا عليها بكل مكان. المتسابق اللي بيقدر يلاقي المكونات تبعه أو تبعها رح ياخد ساعة واحدة، ساعة بس، مو أكتر من هيك، لحتى يطبخ الأكلة تبعه. وهلأ الأشطر رح يعمل كل اللي بيقدر عليه ليلاقي المكونات. انتو عندكن فرصة واحدة لتثبتوا نفسكن معنا. أصدقائي موفقين. شكرا أستاذ. الشي اللي بقعد عليه شو هو؟ تحصلي على شي جديد داخل كل شي قديم. شجرة شو بدي أعمل هلا؟ أعطيتها اسم مناسب لأنسة تي آر بي. نسبة مشاهدة عرضنا بتزيد إذا تسلقت الشجرة، وخاصة إذا وقعت على الأرض. كتير حلو. بكفي شوريا، أنت قسوتك زايدة. محاط بالماء من كل الاتجاهات. يعني قصده، بس أنا ما بعرف أسبح أبدا. أنسى مهك شارما، الوقت رح يخلص. كل المتسابقين لقوا مكوناتهم، إلا أنت لهلأ ما نجحتي. استعجلي شوي، كل ما طولتي لتلاقي المكونات كل ما خسرتي وقت أكتر. ليش ما بتعملي شي واحد؟ لازم تروحي لهنيك من شان تجيبي المكونات. بس أنا ما بعرف أسبح. أيوة،
بفهم من حكيك إنه رح تنسحبي من هالجولة؟ ما؟ ليكي لقلك شغلي، بدون آخر مكون ما فيكي تبلشي أبداً، ما فيكي تطبخي الأكل. خبريني، بتحبي إنك تستسلمي؟ شو صار مهيك شارما؟ ليش هيك ساكتة؟ احكي لك شي شغلة. عم تقول اني ما بتعرف تسبح. لك عم تغرق، حدا ينقذها فورا. ايه صورها منيح، حدا يساعدها، خلو شي حدا ينقذها، عم تغرق البنت. مين ساعدها؟ ساعدها استاذ. رجل غني ووسيم ينقذ فتاة بسيطة من الغرق في الماء. هن الاثنين أخذوا كل الأضواء ببرنامج الطبخ. كشخص جاي من خلفية متواضعة، حلمك صار حقيقة. مهيك جيبوا منشفة لهون. ليلي انت منيحة؟ انا ماني منيحة استاذ، بس رح اتحسن وقت بلش بالطبخ. روحي مهيك وغيري اوعيكي. لا مهيك ما رح تصيري احسن. مهيك يمكن تكون سيئة بكل شيء، بس بتعرف كيف تجذب الانتباه. قصدي هي عم تطبخ بالمطبخ حتى بعد القصة اللي صارت معها. عم تطبخ بالرغم من إنها بظروف سيئة، مين بيعرف؟ يمكن الفوز بهي المسابقة كتير مهم بالنسبة إلها.
اسمعني، شو هو الطبق السخيف اللي بدها تساوي اليوم واللي رح تبهرك فيه؟ أصدقائي، باقي معكم 10 دقايق. شارما، الليلي، شو بدك تحضري لنا اليوم؟ باينة مشغولة بالطبخ، كأنه عم تحضري شي كتير مختلف؟ ليش مو أنت اللي قررت أي مكونات بدنا نستخدم؟ معناتها بتعرف شو بدي أطبخ؟ طيب شو عم تحضري أنسي شارما؟ كثير منيح ما هيك. يلا شوريا، خلينا نحزك. ممتاز بنتي. شكرا. آخر 5 دقايق. بسرعة الكل بسرعة، يلا في معكم بس 10 ثواني، حطوا اللمسة الأخيرة تبعكم. بسرعة، 5 4 3 2 1. إيديكن. المتسابق اللي بعده مين هو؟ ميك شارما، تفضلي. أنسة شارما، الليلي، شو إحساسك؟ قصدي كيف لقيتي تحدي اليوم؟ استمتعتي فيه؟ إيه أستاذ، وعن جد بتمنى نستمر بهيك تحديات لقدام لأنه كتير ممتعة. كمان كتير مهم إنه الإنسان يتنافس مع حاله. حكيتي صح ما هيك، ممتاز. وهلأ أخيراً خلينا ننهي التشويق. شو الطبق يلي حضرتيه؟ أستاذ أنا حضرت اليوم طبقين، الأول هو فطاير اليقطين والثاني صلصة القرع. ساويتي صلصة القرع بمكون واحد؟ أنا بكره القرع. أنا سمعت عن مرقة اليقطين وصلصة القرع مع بعضهم، بس أنت حضرتي فطاير اليقطين وصلصة القرع؟ هذا جديد بالنسبة إلي. ممتاز، حلو كتير. مدام هذا طبق أمي المفضل. منبلش؟ شاهي، مستوي منيح، عظيم. خبريني شي واحد، انت اجيتي للبرنامج مع دافع من جواكي لتفاجئينا بكل طبق من شغلك؟ وهي
صلصة القرع عن جد بتجنن. شو شوريا؟ شو بدك تقول هلا؟ شو؟ بتخلينا نقرر الرابح؟ أنا عجبني الطبق. أنا بنظري مهيك، بس القرع مانو خيار مناسب أبدا. الأكلة كانت كتير ممتازة. هي عملت كل جهدها وطلعت معها بتاخد العقل. بحب هني كل المتسابقين، التحدي اليوم كان قاسي، بهنيكم من كل قلبي. مرة تانية مع مهاراتكم بالطبخ هون ومخيلتكم الواسعة، انتوا رفعتوا مستوى العرض. الرابح اليوم هو الشخص اللي قدم الطبق الأكثر ابتكاراً وأبهرنا بشغله. وطبعاً الرابح اليوم هو مهيك شارما. يلا خود جيب اللي اتفقنا عليه والباقي خليهن لك، فهمت علي؟ ماشي شكرا. أنسة، تفضلي العصير. شكراً ما بدي، يسلموا. لو سمحتي، تفضلي، اشربي العصير. رح أشربه وقت اللي بدي، ماني خجلانة منك. ما بدي أشرب، يسلموا. عن جد إنك واحد ما بتفهم. انت فيك شي يعني؟ مين جابك تشتغل هون؟ انت عن جد مو طبيعي. رحتوا معك صينية فيها كاسة وحدة ما قدرت تخليها تاخدها بسبب اللي مثلك انت. نحن عم نتراجع لورا. بس استاذ. وهلأ يلا روح من وشي، بتضب اغراضك وبترجع على بيتك فورا، ويا ويلك شوفك هون مرة تانية عم تشتغل معنا، فهمت ولا لا؟ روح. أنسة شارما، خير؟ ليش قاعدة ما عم تشربي شي؟ يعني قصدي كل العالم عم تشرب إلا أنتي. تفضلي هاي عصير. يلا خير، شوفي بدك تشربي عصير أنتي محضرتيه يعني؟ إذا بتحبي بقدر جبلك فواكه وعصارة لهم.
شكرا، بس العصير طعمته غريبة وما بعرف شو هي. أوه. طباختنا الرائعة مهك شارما عم تلاقي أخطاء بقائمة لإلي ومصممة أنا بنفسي. لا تكوني مفكرة أنه هذا العصير مساوى من الفواكه المنزوعة مثلا. ما بعرف أنت ليش دائما تفهمني بطريقة غلط. قلت لك طعمته غريبة شوي. بيوش حط موسيقى. هيك لكم بهدلتني. يعني أنا رح أعلمك درس مرتب. أنت كيف بتتجرأ ترجع مرة تانية؟ أنا ما قلت لك ما عاد ترجع لهون أبداً؟ بعتذر لأنه واحد مثلي عم يزعجك. لو سمحت سامحني أستاذ، أنا بعتذر، أنا ما عاد أغلط مرة تانية أستاذ، وبدي فرصة تانية. وهلأ خليني ساوي لك عصير كتير طيب لو سمحت أستاذ. مرحبا شوريا، بقدر نادي لك شوريا بدون رسميات؟ أكيد، أنت فيكي تنادي لي شوريا وبس، وما بدي إياكي تكوني رسمية أبداً، خاصة معي يا حلوة. اتفقنا. طيب أنت بترقص مزبوط؟ مو كتير. مو معقول شوريا، هي حفلتك الخاصة، خلينا نرقص. مرحبا يا رابحة، شو رأيك بعد ما ربحتي نحتفل ونرقص سوا؟ أستاذ راجيف، حاسة راسي عم يوجعني. ما في مشكلة، الناس بيحسوا هيك بحلبة الرقص بالعادة. يلا خلينا نرقص. الحفلة بلشت وصارت أحلى، باين إنه مهك مرتاحة وبمزاج حلو الليلة. كأنه ما نعطى طبيعتها مو؟ مدري شبه. ارجعوا لورا، خلوها تشم هوا نظيف. ما هيك قومي. شو صار لما بعرف؟ لا تخافوا عليها، هي بدها شوية رياحة. خليكن هون وانبسطوا بالحفلة، وأنا بوصلها على الغرفة. ما بعرف شو في بركي داخل. وقفي منيح.
أخيرا مهيت تركني وراح ينام. أصلا كان لازم ينام من زمان، هيك أحسن ما بيزعجنا لبكرة الظهر. يلا بدنا نروح سوا برحلة طويلة، ولسه أنتي رح تعملي مثل ما أنا بدي، مفهوم؟ خلاص حاول تكون سعيد باللي عم تاخده، وإلا ما بتاخد شي. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.